السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم معنا في القناة الدينية يونس واشواق. اليوم اخوتي، المهم قبل كل شيء بغيت نقول لكم عيدكم مبارك سعيد، يخليكم الصحة والسلامة باش كنتمناو ان شاء الله. ان شاء الله يخلي عليكم الصحة والسلامة. اليوم خدينا اجازة انا واشواق وبغينا نبدلو الجو، واخيرا لقينا شي ربعية الجو سافرنا لابو ظبي ورحنا. يلا وصلنا دابا مع 12 ديال الليل اشواق. انا مرتادية حيت انا اليوم يصبح ناعس وانا صبحت ناعس. المهم زدنا بعض اوطيس من جو اوطيل فندق سميتو اشواق تريديز الدري ولا سميتو بحال هكا. دابا تشوفوا اللقطات غنصوروكم ان شاء الله. المهم دابا تشوفوا الفيديو من حتى الاخر. ما تنساوش اللايكات والسبسكرايبات. صباح الخير عليكم. اليوم نهار جديد، اليوم نهار العيد، عيد مبارك سعيد. واخا هاد الفيديو ما درنا له المونتاج تفات الوقت تفات العيد، ولكن ماشي مشكل. هنايا غير بغيت ندير لكم واحد الدوره خفيفه ظريفه في الغرفه ديال الفندق اللي نزلنا فيه. المهم كاينه شويه ديال الروينه ما تديوش عليها. هادي انا راني لبست حوايج ديال العومه باش نمشيو نعومو، كنا غنزلو نعومو ديك الساعات وقلت غنصولكم. وهذا يونس باقي كيشرب القهوه ديالو. المهم هنايا غوريتكم بلي كيكون دايرين واحد الثلجه هكا باش ديروا فيها داكشي ديالكم، الماء شي حاجه اللي تشربوها هكا بارده، وكيديروا قهوه اللي بغى يدير قهوه في الغرفه ما ينزلش لتحت. هادشي اللي كاين. وهذه الاطلاله، الاطلاله صراحه زوينه فريجه كيف ما كنقولوا. المهم كاين كطلع للبحر وكطلع لابيسين اللي كي اللي تابع للفندق كيف ما كتشوفوا. المهم هذا البحر وهادشي اللي كاين. بالنسبه لهنايا صورت ليكم واحد المسجد كاين تما، كيشبه المسجد ديال القدس. الله يكون مع خوتنا في غزه يا ربي، الله ينصرهم. ايوا هذا مكان حنا نشاركوا معكم نهارنا. المهم دابا جينا للبحر. شوق هذا مشو نعومو شد وي في تهنايا نديرو شي ستوري ديري غير لايف. عندي المنطقة ديالنا هنايا خوش وقت كازعون ضربي لهم شي زداري يا شوا ضرب شي اجي 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 تبارك الله على اشواق.
هاني سخون ياك سخون سخون ياك 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 المهم اخوتي حنايا عملنا وسالينا ودابا غادي نمشيو نمشيو ندخلو الحوايج 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 بها ونشكر سميتو ونمشيو ناكلو جانا الجوع شربنا الصباح قهوة ايوا شي قهوه وكويتويات دابا الصراحه جيت وعطشت عرفتو الصراحه المنظر زوين الجو سخون شويه ولكن لوطيل زوين من زمان زيدو نصورو ولكن جواه ديلا ومنا السوق ما بغاش تخرج لينا ما سخيتش الصراحه في الليل وغادي نرجعو نهبطو لابيسين نعوم ما مازال ما شبعتش عوم يلاه خليكم معنا نمشيو نقادو شويه الحاله كنحس براسي كلي ملحه كلي حالتي حاله نمشي نضرب واحد الدوش خفيف ظريف ونهبطو المهم ها حنا جينا ودابا لبسنا نوريكم حوايج العيد عرفتوا والله الا دغيا بان فيا البرونزاج هنا وهنايا تطبع لي هكا ودابا غادي نمشيو نفطو نتغداو ماشي نفطرو يونس دير هاي هاي المهم غادي نمشيو البرونزا راه انا تبرونزيت وليت كحال حيت الشمس الشمس ديال بصح واني واحد العمر يا سلام مازال ان شاء الله نزيدو العمر نجيو نوليو كحل نبدلو اللون ايوا المهم خليوكم معنا حنايا ماشيين شنو حنايا ماشيين غادي نخرجوا دابا ونديروا شي جوله في الوطن لحقاش مازال ما درنا فيه الصراحه جوله مشينا غير شويه البلايص فين كاين العمال سلام الناس باقيين كيعوموا المشاوي وطلع على أسواق أسواق كريمة. المهم في هذا الأكل
وقتنا وانتم كتشوفوا معنا الفيديو وانتم كتسروا معنا. بغيت نبارطاجي معكم واحد المعلومة يعني اللي ما عارفهاش يستافد واللي وكاين اللي غادي يكون عارفها ولكن المهم باش اللي ما عارفهاش حتى هو يستافد. بالنسبة للحجز اونلاين ديما كيكون رخص من انك تمشي حتى للاوتيل وتحجز في الاوتيل بداته. فمثلا كاين واحد التطبيق ديال بوكين كيعطيك الفنادق في جميع الدول فين ما بغيتي يعني في بلاصتك فين ما انت كاين. مع هذا التطبيق يعني كيسهل عليك وكتسارى وكتختار وكتعرف البلاصه وشحال قريب على السونتر شحال يعني جميع المعلومات جميع لي ديتاي كتشوف الغرفه كي دايره قبل ما تمشي لها كتبقى تختار في الاسعار اللي بغيتي. وعاده كيكونوا ناقصين مثلا حنا حجزنا النهار الاول ما حجزناش كلشي حجزنا نهار يعني تما ومني مشينا عاد زدنا وخلصنا. فالنهار الاول اللي حجزنا اونلاين حجزنا ب 320 درهم اماراتيه ما عرفتش الصراحه شحال بالمغربيه وما نقدرش نعطيكم واحد لو بري اللي هكا يعني راسي لحقاش الدرهم كيف ما كتعرفوا مره طالع مره هابط. اللي بغى يعرف السعر بالضبط بالمغربيه شي حد مثلا باغي يجي وباغي يعرف الاسعار هنا باغي يجي لهنايا يشوف شنو كاين فيدخل لجوجل ويحط السعر في الوقيته اللي يكون هو غيجي باش يعرف على حسب الدرهم. وفي نفس الوقت كيف ما قلت لكم دخلوا لهذا التطبيق بوكين غيوريكم كل شيء. فالنهار الاول حجزنا كيف ما قلت لكم 320 درهم ما شاملش ما فيهش يعني الاكل الافطار وداك الشيء لا غير المبيت ولا غدا يعني فاش مشينا وزدنا 400 درهم يعني غدا 70 درهم راه ما سهلاش. فمن الاحسن تحجزوا اونلاين. المهم هنايا كيف ما كتشوفوا راه كنا كنهضروا انا ويونس ولكن مع الموسيقى ومع الريح ما كيتسمعش الصوت فهادشي علاش حيد الصوت. ولكن انا غادي نحاول نهضر مع يعني ندخل الصوت دابا ونقول لكم شنو كاين. كيفما كتشوفوا هنايا كاين مناظر طبيعيه زوينه على جنب الشاطئ وهنايا بالضبط كيفما كتشوفوا على طول الاوتيل كاين بحال هكا كيديروا كيفرقوا البحر بدوك التدخيلات بحال هكا نتوما غتشوفوا. حنا غندخلوا لهم الصراحه كيجيو فنين والتصاور فيهم كيجيو فنين والجلسه تما كتجي غزاله 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 بزاف يعني على طول البحر على جنب الاوتيل كيفرقوه بحال هكا كاين بزاف. انا ما درناهمش حنا كاملين كاينين بزاف منهم فهاك يعني كيخلي حتى انه البحر كتبقى لك واحد المساحه خاصه بك الا بغيتي تجلس فيها وتكون فيها بوحدك. كيف ما كتشوفوا كتلقى في واحد البلاصه الدنيه فاضيه تاخذ راحتك تعوم على خاطرك كيف ما بغيتي. وهادشي اللي كاين هنايا يونس قلت له كيف جاك الفندق قال لي رائع. المهم انا كنعاود لكم زعما داكشي اللي كنا كنقولوا لحقاش باش سمعت هاد الفيديو هذا الريح صوتنا ما كيتسمعش يعني واحد الازعاج ما نقول لكمش. المهم انا راكم الا تبعتوني ما كنتسالاش من الهضره وما كنتقاداش خليكم بلا ما نبرزتكم خليكم مع الفيديو حتى الاخر تستمتعوا بالمقاطع وكنتمنى نكون فدتكم يعني ما يكونش الفيديو غير هكاك تكون فيه واحد الاستفاده ولو بسيطه. والمهم خليت لكم الراحه وخليكم مع الفيديو حتى الاخر. عاودتي هنا جيت ما كنتسراش من الهضره كيف ما قلت لكم. المهم انا بغيت نوريكم واحد التويشيه بالنسبه للاسانسور كيعطيوك جوج د لي كارت واحد لاكارت صراحه انا اول مره نشوفها في الاسانسور ما بغاش يطلع بينا ولا يهبط حتى كتدخل لاكارت وكتسني لك ديك الاباء خضراء يعني كتكون انت من الناس اللي حاجزين فعاد كيعطيك انك تمشي فين باغي تمشي. مثلا كيعطيوك لابيسين اللي تابع للفندق كيعطيوك باش تمشي لاصال سبور كيعطيوك باش تمشي للصاله نتاع تريدرز للصاله ديال الاوتيل يعني ماشي اي واحد يدخل. مثلا الا دخلوا بغى يمشي للبحر عادي ولا بغى يمشي للمطاعم اللي تما عادي ما غيخلصش ولكن باش تطلع لهنا خاصك تكون مخلص وخاص تكون عندك هاد لاكارت باش يمكن لك تدخل. المهم هذه صاله سبور ما صورتهاش مزيان المهم غير واحد الدوزه خفيفه دزت عليها. هنايا مشينا لابيسين ديال لابيسين اللي تابع شنو سميتو الفندق ايوا ومشينا عملنا واحد شويه وصافي ورجعنا. المهم ما شبعناش من العومان كانت دابا هنا غربات الشمس كتكون العومه حلوه غزاله. المهم هادشي اللي كاين
شنو بغيت نقول لكم عاوتاني؟ قيل هادشي اللي كاين. المهم نخليكم دابا مع اخر مع الفيديو حتى الاخر، و الا بانت لي شي حاجه عاود غادي نرجع لكم. شوفوا يونس دغيا دغيا تبرونزاتي، ظهرك احمر احمر، ظهرو ولا احمر. انا كنصورك ما كيتقشرش ولكن احمر، كون بقيتي النهار كامل كون راه كيتقشر لك. عرفتو مع دابا المكيف، وانا باقا فازقة وهنايا داخل المكيف كنموت بالبرد. اجي باي باي. انا عجزت قلي شو دابا ما درت قبيله، بقيت بمكياج ودو الماء وفيه شويه ديال اللمعات. شو قلي كي شوف ديما كنتلفو من اللي هي يونس، من اللي هي المهم دابا غادي نمشي وصافي، غادي نمشي نبدل ونعس نضرب واحد التدويشه. انا كنحس بكلشي بابا، عرفتي شنو هي حوايجك فاز كاين عليك ودخلت شي بلاصه فيها المكيف بارد. صافي كنتجمد، انا كنحس براسي دابا كنتجمد. المهم دابا غادي نمشي نضرب شي تدويشه باش يدوش يكون سخون ونرجع لكم ان شاء الله. هذا الفندق نستنى، هذه الصالة، الصالة جميلة شوية، كاين واحد الصوت ديال الما زوين صراحة، زوين زوينة هاد الصالة ياك يونس. باش منصوروش هاد المرات كنت كنصوروها. لا كاين ما كيبغيش دابا، حنايا كنحاولو ديما نتفاداو منصوروش الناس، وكيحسب لهم بلي راه حنا كاينين غير حنا. اي بلاصه كنمشي راه كيحسب لهم كاينين غير حنا. شوفوا حنا جينا للبحر دابا في الليل، كسبان. واو كيبان المنظر زوين. اصلا نقربوا تشوفوا، خاصه حتى التليفون الكاميرا دابا راه هز التليفون، ماشي الكاميرا، المهم الكاميرا التليفون لا سوى الكاميرا الحقيقيه ديما ما كتعطيش الواقع، ديما ما كتبينش الحاجه كيف ما هي في الواقع. الشيشه هاد الناس مبرين شي حاجه سميتها الشيشه، كلشي كيشيش، العائلات كبير الصغير عندهم عادي شي حاجه سميتها الشيشه. هذا البحر اللي عندنا فيه، يلا نمشيو هكا ندورو شويه على جنب البحر. اوه كلش بنا الكاميرا تبين حسن، كاينين هنايا جلسه زوينين اللي بغى يجلس هنا، كاينين الناس. انا راه كنقول لكم كنحاول دائما انني ما نشتش الناس. هذا البحر، هادو اللي انفصلينا، كل هاد المنطقه كامله فيها لي زوطيل. هيا يونس هنايا كيمكن لكم تجلسوا. اوه
يونس جالس هنا شنو كدير يونس؟ اجي نجلسو هنايا الضو اجي. كاينين جلسات بحال هكا تجلس على جنب البحر ترتاح تغدى. كاين هنا الكرة كاين بزاف ديال اللعبات. اجي يونس الله المهم الاخوان وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. نتمنى يكون عجبكم ونكون وريناكم شي حاجه وعطيتكم اشواق معلومات على كيفاش تحجز ان شاء الله. وما تنساوناش غير سبسكرايب واشتراكات وديروا لنا لايك باش تدعمونا باش تكبر العائله ديالنا انا واشواق ان شاء الله. وان شاء الله الفيديو القادم غادي يكون هو المسجد اللي كتشوفوا دابا ان شاء الله باذن الله. تستنونا في الفيديو القادم ان شاء الله. تحياتي، السلام عليكم.